صبحكم الله بالخير من مهرجان بريده للتمور، شوفوا المنظر اللي وراي. الشيخ ماجد الصباح الاسم العربي الأبرز اليوم على تطبيق سناب شات، فهناك أكثر من مليون حساب يتابع نشاطه. عرف بمناقشته لمواضيع اجتماعية وفنية متنوعة، إضافة إلى جولاته في مختلف دول العالم. آخرها كانت جولته في منطقة القصيم في السعودية التي تزامنت مع مهرجان التمور في بريدة. البلدة. لبس امهاتنا واجدادنا الحين قليل يلبسه. ماجد الصباح نجح في تعريف متابعيه على ما تكتنزه منطقة القصيم من معالم تراثية وشعبية. المكان، روح المكان، التجار، التمر، احساس رهيب، شيء يونس صراحة. جولة اليومين في القصيم لاقت رواجا واستحسانا كبيرين بين الناس، وايضا ردود افعال من نجوم سناب شات. الصراحة وانا قصيمي شفت اشياء ما قد شفتها بحياتي. قسما بالله مبدع ذا الانسان، بدع فعلا صراحه، في اماكن ما كنت ادري انه موجود القصيم صراحه. بدا الصباح باستخدام تطبيق سناب شات منذ سنه ونصف السنه تقريبا، وهو اليوم في صداره احدث تطبيقات التواصل الاجتماعي. انا اساسا احب اني اشارك كل معلومه، يعني اروح مكان يونس، اروح مكان في ترفيه، اروح مكان فاشارك كل شيء مع العناوين، مع المكان، مع وين توصلون لهالشيء، واحس ان هذا راح يكون قيمه مضافه للاخوان المتابعين ويستانسون منها، مثلا موضوع الاكسبو في ميلانو، موضوع روسيا، موضوع الهند. وبالفعل تنوعت مواضيعه في تطبيق سناب شات التي تخللتها معلومات واخبار عن الاماكن التي يزورها، اضافه الى مناقشته مشاكل وظواهر اجتماعيه. جمانة خوجة، العربيه. قال لنا لا تدخلون عندي الا بشمسيه. ليش؟ تشوف داخل إن شاء الله.